اهلا بكم في درس جديد من دوره تصميم وتطوير لعبه الهوكي. بعد ان قمنا بتطوير ما يقارب 90% من هذه اللعبه واصبح جاهز للعب من ناحيه التفاعلات كما نرى. بعدما نقوم بالضغط على انتر تبدا اللعبه، وهنا نقوم بصد هذا القرص نسبه الى هذه التفاعلات وهذه التحسسات للكوليجن عند اللاعبين. واذا قمنا مثلا بتجاوز هذا القرص فنرى كيف نعود الى الاحداثيات الاوليه. تمام، الآن سوف أسعى للقيام بتدعيمها، وذلك مثلا من خلال إضافة سكور نسبة للاعب الأول واللاعب الثاني. فمثلا سوف أقوم بإضافة سكور للاعب الأول في الزاوية اليسارية السفلية وللاعب الثاني في الزاوية اليمينية العلوية. فالقيام بذلك نقول هنا الخطوة الأولى أن نقوم بإنشاء متحولا انتجر يعبر عن السكور سكور 1 وسكور 2. بعدها نقول هنا بما أن القيم الافتراضية لهما مساوية للصفر فدعوني أقوم بالرسم. مثلا هنا سوف أقوم بالاستفادة من هذا الفونت، فنقوم هنا بدرو سبينج مثلا نقول سكور وذلك نسبة إلى اللاعب الأول، وكما قلنا سوف يكون في الزاوية اليسارية السفلية. فهنا بالنسبة للويد سوف نقول مثلا 100، وبالنسبة للهاي سوف يكون كبير جدا سوف نقول اير هوكي، من ثم هايت مثلا ناقص 300. لنرى نراه بهذا الشكل. دعني أقوم بإنزاله قليلا، سوف نقول ناقص 200. ممتاز، فهذا السكور يعبر عن اللاعب الموجود هنا. أما بالنسبة للاعب الثاني فسوف نقول مثلا هنا اللاعب الثاني سوف يكون في الزاوية العلوية اليمينية، لذلك بالنسبة للعرض سوف نقوم باستدعاء اير هوكي ومن ثم ويف وبعدها مثلا ناقص 100، وبالنسبة للارتفاع سوف يكون مثلا يساوي 100. لنرى فنراها بهذا الشكل. دعني أقوم بالإزاحة لنقول هنا ناقص 200 وهنا 150. لنرى الآن عندما نقوم مثلا بتحقيق سكور عند تجاوز هذا القرص لهذه الحواف فسوف نرى مثلا كيف نقوم بالتعديل على السكورات وفقا لذلك. فهنا للقيام بهذه العملية نقوم بالذهاب إلى هذا الشرط، وهنا قبل القيام بالإنشالايزيشن والعودة إلى الإحداثيات الافتراضية سوف نقول مثلا قبلها قم هنا بالتأكد. فإذا كان القرص قد تجاوز الحافة العلوية لهذه الطاولة يعني ذلك أن اللاعب الأول قام بتسجيل سكور، فسوف نقول هنا مثلا سكور 1 بلس بلس، وإلا يعني ذلك أن القرص تجاوز الحافة السفلية فسوف نقول سكور 2 زائد زائد. لنرى بهذا الشكل. تمام، فاللاعب الأول قام بالتسجيل، الآن اللاعب الثاني قام بالتسجيل. ممتاز، إذا بهذا الشكل قمنا بإضافة هذه الميزة الجميلة جدا والتي تعبر عن التفاعلات بين اللاعبين، والتي أيضا في نفس الوقت تقوم بزيادة التفاعلات وزيادة الحماسة في هذه اللعبة. ولكن مثلا نرى هنا أنه في كل مرة إذا قمنا هنا بإعادة تشغيل اللعبة أن إنتاج هذا القرص يكون دوما نحو الناحية العلوية، لذلك إذا أردنا مثلا القيام بالتعديل فنستطيع هنا مثلا القيام بإنشاء متحول random مثلا ونقوم بتهيئته عند setting وبعدها عند initialization نقوم هنا بالاختبار. فمثلا في حال كان هذا random طبعا قمنا بتعريفه قبل القيام بالاستدعاء، تمام، لأن هنا الاستدعاء إذا قمنا بكتابة التعليمات الخاصة بالراندوم قبل القيام بالتعريف فسوف تنشأ مشكلة، لذلك سوف نقول هنا next integer من الصفر inclusive متضمنة إلى الحادي الذي يقوم بإضافته وهو exclusive أي غير متضمن، لذلك سوف نقول مثلا إلى الاثنان، أي فعليا القيم الانتجر سوف تكون إما صفر أو واحد. فهنا في حال كانت هذه مساوية للصفر فهنا بالنسبة للسبيد على المحور الشاقولي قم بالتعديل على الجهة الخاصة بها وذلك مثلا بضربها بإشارة ناقص واحد. لنرى الآن سوف نرى ما إذا كان بالإمكان التعديل على جهة هذه الكرة المشاة. ممتاز بهذا الشكل. لنرى جيد جدا، الإنتاج هنا أصبح عشوائي ونرى كيف أن اللعبة أصبحت متوازنة ومعتدلة وذلك نسبة إلى كلا اللاعبين.
فإلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية درسنا لليوم. قمنا بإضافة هذه الميزات وهذه الفيتشرز التي تجعل اللعبة أكثر تفاعلية وأكثر ديناميكية. شكرا لكم لحسن استماعكم وألقاكم في الدرس القادم. سلام.